كابتن قولوا لي يجيك الواسع الشعر مع الكلام ذا يا طوال العمر. قلت السوالف كلها بار كلام الناس الشعار بس يتعذرون بها يا طوال العمر. واول ما ركبت الطياره وهي تجي وانا ادخل على الملاحظات عاد فوق فلج ولا فيه لا شو اسمه لا شبكه لا شبكه ولا شيء. انا ادخل على الملاحظات قلت قلت قصيده وبجيب لكم اللي انا حافظه منها. يقول استوى المسرع على على درب الخطوط المستضيفه، ما نويت اسري على الموتر نويت اطير عالي تل قلبي والليالي بعد فرقاها مخيفه. يا عذاب اللي جرى له في زمانه ما جرى لي، تو قص البوردنج وتو كلمت المضيفه، ابتدى المسرع وحالي ربي يعلم كيف حالي تل ايه جرحي اللي صابني من عام ما وقف نزيفه. يا عذاب اللي جرى له في زمانه ما جرى لي، ما ادري جرحي اللي صابني من ايه لا اله الا الله عليد هذا اللي جرى لي في زمانه ما جرى لي سلام عليك والله انا قصيده حال لي الله يسلمك ابو سعد تبهرنا دايم والله العظيم من الدين سرى الليل من ضمن ابيات القصيده على ما يقول سرى قلت سرى الليل في اليوتيوب سرى الليل والهاجس تداعبها للها ومشاعر قصيدي تو ما ذعذعت نوته. انا مسرج افكاري وعيني على قدامه، يبي يتضح لك كل شاعر ومقصوده، احد عايش بواقع، احد عايش باحلام، تبيها كذا مقصوده وغيره. مقصود ومقصوده وما دام العمر فاني ما دام الحياه ايام، ترى الطيب والمعروف ما تعرف حدود. يا سلام الله اكبر. يا سلام. ما دام المود قصيد عندك متعب تراك مقصر علينا في القصيد. ايوه متعب انت شاعر ولا ما انت بشاعر؟ لا ما هي بشاعر. شفت انت اول ما دخلت البرنامج قلت انا شاعر انا شاعر متعب اكثر بس انت عرضه بالقصيد انا شو اسمه انا شاعر ما قصيد